وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مباشرة من هناك. كريم، أرحب بك، وضعنا في الجديد لديك. يوسف، برحب بيك من محمود، مدينة عفواً العالمين زميلي محمود. الجديدة. برحب بيك من مدينة العالمين الجديدة. لازلنا بنتابع كل الأجواء اللي موجودة في مدينة العالمين. الحقيقة أجواء مبهجة وفعاليات متنوعة، سواء كانت رياضية أو حتى فنية، وربما كنتم تتابعون في هذا التقرير للزميل كريم بيبرس بالأمس عن المكتبات المتنقلة الخاصة بوزارة الثقافة، والتي يعني بدأت من مدينة العالمين الجديدة وستجوب كل المحافظات، وهي مبادرة جديدة تتم من وزارة الثقافة، وكل هذا يأتي بالطبع بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. لكن دعني أنقل لك حركة الزائرين ورواد مهرجان العالمين ورواد مدينة العالمين بشكل عام في هذه الفترة تحديدا، وربما كنا نتابع هذا في صباح هذا اليوم في أحد الشواطئ الهامة، تواجد عدد كبير للجنسيات الأجنبية، وربما هذا ما كان يشير إليه وزير السياحة منذ أيام، أن هناك ما يقرب من 104 جنسية موجودة في مدينة العالمين الجديدة، فهي وجهة سياحية مهمة لاستضافة العديد من الفعاليات وأيضا جذب العديد من السائحين وأيضا المستثمرين للمشروعات المختلفة في مدينة العالمين الجديدة. أما عن الفعاليات التي ستكون اليوم، المسرح الروماني على موعد مع عدد من فرق الأندر جراوند التي ستتواجد على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، وهذا نوع حرصت عليه إدارة المهرجان على تواجده وتشجيع كل الموهوبين من الراب ومن فرق الأندر جراوند في التواجد، وتقديم كل التسهيلات لهم لتواجدهم في المدينة التراثية وأيضا في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. ربما أيضا في المنطقة الشاطئية اليوم سيكون هناك عدد من فرق وزارة الثقافة الفنون الشعبية، فرقة ألمانيا للفنون الشعبية، وبالأمس أيضا كنا نتابع فرقة أسوان، بالإضافة إلى عدد من العروض للسيرك القومي وبعض الأنشطة الترفيهية التي تكون موجودة للأطفال. أيضا غدا سيكون لدينا سباق سيارات خاص بالطلاب، طلاب الجامعات، سيكون بحضور وزير التعليم العالي ورئيس أكاديمية البحث العلمي. سيكون هناك عدد من الأنشطة المتنوعة الخاصة بطلاب الجامعات الذين لازالوا يشاركون في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في المسابقات المختلفة في الفنون التشكيلية وفي ملاعب كرة القدم. أيضا غدا سيكون هناك، أو هذا الأسبوع سيكون هناك عدد من الفعاليات أهمها مهرجان الطعام وحفل مسار إجباري وحمزة نمرة، بالإضافة بالطبع إلى مهرجان نبتة، وهذا ما أعلن عنه الفنان أحمد أمين عن انطلاق هذا المهرجان يوم 15 من أغسطس الجاري. ونبتة هي إحدى شركات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتخصصة بالمحتوى الذي المتعلق بالأطفال، وستنطلق البداية بورشة وقت الحكاية يوم 16 من أغسطس بمشاركة عدد من الفنانين. وكنا نتابع التجهيزات التي تتم على قدم وساق لاستعداد مهرجان نبتة في الانطلاق واستقبال أكبر عدد من الأطفال، وهذا سيكون توجه خاص بالأطفال ودعم وتشجيع للأطفال على مستوى محافظات الجمهورية، لكن سينطلق من هنا من مدينة العالمين الجديدة كغيره من المبادرات التي انطلقت من مدينة العالمين الجديدة وستجوب كل المحافظات، وهذا دعم كبير من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم المبادرات الوطنية المختلفة. نعم. وبالتأكيد سنتابع معكم كل فعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة. نعم زميلي محمود، جميل، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا مباشرة من العالمين الجديدة.